أقامت مطرانية حلب والإسكندرون وتوابعهما للروم الأرثوذكس ومديرية أوقاف حلب أمسية إنشادية تحت عنوان العشق الإلهي ضمن فعاليات نور من حلب، وذلك في رحاب قاعة العرش بقلعة حلب بعد ترميمها من آثار الزلزال، والتي صارت رمزا للحياة بصمودها أمام مختلف الكوارث والحروب. أقامت مطرانية حلب والإسكندرون وتوابعهما للروم الأرثوذكس ومديرية أوقاف حلب أمسية إنشادية من التراث الصوفي والقصائد المغناة من التيار الهدوء النسكي تحت عنوان العشق الإلهي ضمن فعاليات نور من حلب، وذلك في رحاب قاعة العرش بقلعة حلب بعد ترميمها من آثار الزلزال، والتي صارت رمزا للحياة بصمودها أمام مختلف الكوارث والحروب. هذا الاحتفال الغنائي الموسيقي الابتهالي لنقل يصدر من أهالي حلب مسلمين ومسيحيين متآخين دوما على أرض المحبة والسلام. سوريا هي أرض الحضارات، وسوريا هي مهد الأديان، وسوريا هي شعلة الحضارة والمحبة عبر التاريخ. هنيئا لحلب، هنيئا لسوريا بقيامها بأهلها بمحبة الأديان وبالقيم المشتركة بين الأديان. وجودنا كلنا سوا بهالقاعة التاريخية الأثرية بقاعة العرش في قلعة حلب اللي كانت رمز لصمودنا جميعا، منوجه صوت صارخ لكل الدنيا ومنقول لهم هذا نور من حلب. وجودنا كلنا مع بعضنا كل المسلمين والمسيحيين بأمسية بتجمعهم مع بعض نحو خالقهم بعشق إلهي إن شاء الله اليوم منعيشه كلنا سوا. حلب من عادتها أنها تصدر الأنوار دائما وأبدا، واليوم ستصدر إشعاعا مكتوب على هذا الإشعاع العشق الإلهي. العشق الإلهي مساحة يشترك فيها كل بني الإنسان الذين يتوجهون إلى ربهم عز وجل بالعبودية والمحبة. أنا بشوفها جسم واحد عنده عدة ألوان بديعة مثل ألوان الزهور في الحديقة، يجسد مش بس يجسد الوحدة الروحية بين الناس، وحدة القيم، وحدة المشاعر، وحدة التاريخ. اليوم نحن بمدينة حلب من مسلمين ومسيحيين نتجاسر مع بعضنا ونتبادل المحبة، وكمان نحن منقول أنه هيدا العشق الإلهي بيربطنا مع بعضنا وكمان بيربطنا مع ربنا، فإن شاء الله يكون هيدي بداية تعافي مدينة حلب. حلب الفن والثقافة والعيش المشترك أيضا، وكلياتها تآخت مع بعضها وتحالفت مع بعضها، ورغم محاولات كثيرين أن يفرقوا بينات أهل حلب ظلوا متماسكين، بيجمعهم حب هالمدينة، بتجمعهم إله الواحد. حفل رائع من حفلات اللي بتمثل أرقى أنواع التراث اللامادي، تاريخ حلب العريق العابق بالموسيقى، بالموسيقى الشرقية وبالتصوف. وهنا الآن نحن في قلعة حلب في قاعة العرش، هو أكبر تجسيد لحلب وموروثها الثقافي. حفلت الأمسية بكل معاني المحبة والوحدة بين أبناء المجتمع لإيصال صورة التعايش المشترك في سوريا إلى العالم أجمع، والتي جمعت أبناءها حول قيم التآخي من مسلمين ومسيحيين، فعشقوا الله وأحبوا بعضهم والوطن في الوقت ذاته. أيمن عائشة، السورية، حلب.